السلام عليكم اخوان الفلاحه. كما كتشاهدوا حنا دابا في طواحي مدينه مكناس، اللي بعد ما درنا واحد الزياره ميدانيه لهذا الضيعه ديال الخوخ اللي كانت زرعت في شهر فبراير 2020، وحنا متواجدين دابا فيها في هذا النهار اللي هو يوم الاثنين 28 شتنبر 2020. الساعه تشير الى الواحده ونصف بعد الزوال، وحنا جينا درنا واحد دورة تفقد ديال هذه الضيعه دي باش نشوفوا الحاله الصحيه ديالها نظرا شي بعض الاعراض اللي بانوا، ولكن دوك الاعراض الحمد لله ماشي شي حاجه ديال سميتو ديال غير كثرت شويه الماء. وعطينا النصيحه للسيد باش ينقص شويه من الماء، يعرف كيفاش يسقي وفوقاش يسقي، لان هو الخوخ ما كيبغيش كثرت الماء وداك الشيء. وحنا متواجدين دابا في هذه الضيعه دي في هذا النهار هذا، لاحظوا بارك الله لا فيجيتاسيون. هذا الخوخ اللي تزرع في فيفري 2020، بارك الله لاحظوا، والاصل ديالو من ازرو. بعد ما درنا التتبع ديالها بالمراقبه ديال الصحيه ديالها بالتقليم ديالها الاخضر والتقليم ان شاء الله ديال فصل الشتاء ان شاء الله المقبل، وحنا كنهنيو السيد وحنا فرحانين جدا بعدا ملي لقينا الحاله الصحيه ديال الشجر كله مزيان. وهكا كنبغي الفلاح يخدم وكنبغي اي واحد يخدم. من ضواحي مدينة مكناس أحييكم من هرموحة تقني سابق مصلحة حماية النباتات وصادته. السلام عليكم ورحمة الله.